امبارح مجلس أمناء الحوار الوطني وجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بالتوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي، وأشاد بقرار البرلمان بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على الإجراءات الجنائية. كمان ناشد المؤسسات والنقابات بالإسراع لتقريب وجهات النظر. معنا مداخلة مهمة جمانة عن الحوار الوطني ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالذات موضوع الحبس الاحتياطي تحديدا. إزاي ممكن نفتح المجال لمناقشة التعديلات بشكل أفضل وبيعود إلى تحسين بنود هذا القانون بالنفع كمان على المجتمع بشكل كبير. معنا هاتفيا أستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والكاتب الصحفي. أهلا بيك يا أستاذ جمال، صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يا فندم. حابين بداية نعرف كده تقييم حضرتك بداية لبيان امبارح بالنسبة لمجلس أمناء الحوار الوطني. طبعا يعني مجلس الأمناء الحوار الوطني في اجتماعه بالأمس كان حريص على التأكيد على عدة معاني أو عدة أمور. الأمر الأول أنه الحوار الوطني ليس له علاقة من بعيد أو من قريب بقانون الإجراءات الجنائية ولم يشارك فيه، ولكن الأمر الثاني أنه مجلس أمناء الحوار الوطني حرص حرصا كبيرا على التأكيد على أنه قدم التوصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد الرئيس أحال مواد الحبس الاحتياطي أو توصيات الحبس الاحتياطي البالغ عددها 24، 20 تم التوافق عليها وأربعة كانت محل يعني اختلاف في آليات التنفيذ، وأرسلها السيد الرئيس للحكومة أو لمجلس النواب عبر الحكومة. الأمر الثالث أنه يعني طبعا مجلس الأمناء أكد على أنه مجلس النواب استند لأغلبية توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وأنه يعني مجلس الأمناء ارتأى أنه بعض المواد يعني لم يتم أم لم يؤخذ بمضمونها وفلسفتها في قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي حرص على إعادة رفع التوصيات التي لم ترد بشأن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية مرة ثانية كالمعتاد إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رقم أربعة هو طبعا، وده يعني كان هناك حرص شديد جدا من مجلس الأمناء، وكان حضره المنسق العام السيد ضياء رشوان ومعالي الوزير المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ويعني عدد من أعضاء مجلس النواب. كان هناك حرص على يعني التأكيد على ثقة الحوار الوطني في كل أطراف قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى مساحات مشتركة والتأكيد على المصلحة العامة والعبور بمشروع القانون قانون الإجراءات الجنائية إلى يعني إلى شاطئ يعني يليق بالدولة المصرية وإلى يعني توافق يصب في مصلحة المواطن المصري. قبل ذلك كله حرص مجلس الأمناء على تقديم والتأكيد على الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل والكامل للحوار الوطني، والذي يعني بالطبع الدعم الكامل للمواطن المصري، خاصة انه كل قضايا الحوار تصب في مصلحة المواطن، بكل تأكيد كل النقاشات تنطلق من يعني مرتكزات عنوانها المواطن المصري. بكل تأكيد يا فندم. يعني بس خليني أسأل حضرتك يا فندم عن الرؤية لآلية إدراج توصيات الحبس الاحتياطي في مشروع هذا القانون المهم. يعني خلينا بس نأكد برضو مع بعض على أنه مجلس الأمناء أخذ بغالبية توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، لكن مجلس الأمناء رأى أنه هناك بعض التوصيات يعني لم يأخذ مجلس النواب بفلسفتها، ولذلك هناك
حرص من مجلس الأمناء على إعادة رفعها للرئيس لحالتها مرة ثانية، أو للتوضيح، يعني للتوضيح أمام مجلس النواب، لأنه كمان مجلس النواب في بيانه يعني المحترم الثاني في الأيام القليلة الماضية أكد على أنه باب النقاش مفتوح، وهو البيان الثاني الذي صدر من مجلس النواب أو من اللجنة التشريعية أكد على أنه النقاش مفتوح، وهناك ترحيب بكل من لديه إضافة أو من لديه نقاش أو من يريد أو يرغب في إبداء الرأي في القانون الإجراءات الجنائية بشكل عام، ومن ثم في الحبس الاحتياطي الذي تقدم بتوصيات الحوار الوطني. طب أستاذ جمال، الدور اللي ممكن يلعبه الحوار الوطني في تقريب وجهات النظر، في وجهات نظر متباينة ومختلفة، الدور اللي ممكن يقوم به الحوار الوطني لتقريب هذه الوجهات المختلفة والانطلاق من أرضية واحدة لمصلحة الوطن بشكل مباشر ولخروج هذا القانون بصورة مرضية لكل الأطراف؟ شوف يعني أنا عايز حضرتك يعني نفكر بعض ونفكر السادة المشاهدين بأنه يعني شعار الحوار الوطني هو المساحات المشتركة، يعني نحو الجمهورية الجديدة، وبالتالي اعتاد الحوار الوطني وجزء من ركائزه وفلسفته هو تقريب وجهات النظر والوقوف على المساحات المشتركة ما بين كل القوى السياسية، وهذه فلسفة وهذه ثقافة الحوار الوطني، ولذلك حرص ووجه هذه الرسالة مباشرة عبر بيانه في الأمس لكل المؤسسات والنقابات ومجلس النواب وكل أطراف القانون، وأكد على ثقته وتقديره لهم وقدرتهم على يعني لم شمل النقاش والوصول إلى توافقات يعني مناسبة لكل الأطراف بما يخدم المصلحة العامة وبما يصب في مصلحة المواطن المصري. وبالتالي كانت رسالة الحوار الوطني باعتباره يعني يقف على أرضية وطنية تسع للجميع، وجه الرسالة مباشرة إلى كل يعني المؤسسات وكل الأطراف المشاركة في نقاش الإجراءات الجنائية، ويعني على أتم الاستعداد على أنه يعني يكون أو يقوم بهذه المهمة إذ ما رغبت هذه الأطراف. وبالتالي هنا يعني التأكيد على يعني قدرة وآلية الحوار الوطني في تقريب وجهات النظر هي موجودة وجاهزة وقائمة، وعبر عنها عبر البيان. وفي تصوري أن يعني سواء المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان أو رئيس الأمانة الفنية المستشار معالي الوزير محمود فوزي أو كل أعضاء مجلس الأمناء، في الحقيقة الجميع جاهز ل يعني تقريب وجهات النظر وجاهز للاجتماع والنقاش، لأنه كل شيء يؤخذ منه ويرد عليه، وإنه يعني المسألة في النهاية يعني قابلة للإقناع وقابلة للتصحيح في بعض المواد التي عليها اختلاف، لكن في النهاية يعني الجميع لديه إدراك كامل في الأهمية القصوى لهذا الإجراء لهذا مشروع هذا القانون ولتحقيق المصلحة العامة من جراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وبالتالي فإن الحوار الوطني يعني يحرص كل الحرص على التأكيد على ثقة كل يعني كما ذكرت سيادتك أطراف صياغة القانون الإجراءات الجنائية وكل الأطراف التي لديها مطالب، ويؤكد على ضرورة وأهمية الوقوف على المساحات المشتركة. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا يا فندم على كل هذه الإيضاحات.